اهلا بيكم اعزائي المشاهدين ومتابعي على قناه الصحه والجمال، برنامج المدققاتي. مبسوط جدا ان اكون معاكم النهارده، والنهارده فكرتنا وموضوعنا موضوع شيق جدا ومهم، موضوع تعديل السلوك والتخلص من العادات الادمانيه. وفي الحقيقه هو هيكون على جزئين مش جزء واحد، واحنا النهارده ان شاء الله هنكون بنتكلم عن الجزء الاول، يعتبر مرحله التاسيس في تعديل السلوك، حاجات ومعلومات مهمه جدا ان احنا نكون بنعرفها. عايز احكي لكم كده عن فكره. في تطبيق بيبعت مسج على الموبايل، انا ما اشتركتش فيه بس هم بيحاولوا يغرونا، يعني قالوا معلومه جميله، يعني لسه كنت بس بقراها قبل ما اجي لكم على طول. بتقول كده انه قبل اختراع البنج كان بيتم خبط المريض اللي هيعمل عمليه على مؤخره دماغه عشان يفقد الوعي ويبتدي يعملوا له العمليه. في الحقيقه سلوكيات كتير جدا لما بنفكر ان احنا نتغير ونغير من عادات وادمانات بتبقى محتاجين صدمه زي كده، وكاننا عايزين خبطه على دماغنا علشان نفقد الحاجه اللي مسيطره علينا دي، ما نحسش واحنا بنتخلص منها اللي كانت مسيطره علينا. عايز اتكلم معاكم عن الموضوع ده من البدايه على بعض الحاجات اللي احنا بنمارسها اللي هتساعدنا نكتشف السلوكيات دي احنا ليه متمسكين بيها او ليه مسيطره علينا. فهنعرض صوره على الشاشه حضراتكم هتكونوا بتشوفوها، عبارة عن رأس الإنسان وإيه المداخل اللي بتخليني أكتشف العادات والسلوكيات المضرة ليا. هتلاقوا عندنا العين، الحاجات اللي أنا بشوفها كتير هي بتحدد أنا هعمل إيه. يعني أنا متعود أشوف أخبار سيئة ممكن تخليني كئيب، والحاجات اللي أنا بسمعها كتير، لو أنا بسمع ناس طول الوقت أفكارها سلبية ضد البلد وضد الحال والأحوال وضد شخصيتي وضدي أنا شخصياً، أقول لك أنت فاشل. الحاجات اللي بسمعها هي بتقول أنا هتصرف إزاي، والحاجات اللي بفكر فيها بشكل يومي بتقول أنا هتصرف إزاي. مش بس كده، الكلام اللي بقوله بيقول أنا حياتي شكلها عامل إزاي. فلو أنا عايز أعمل جرد، وإحنا في نهاية عام وهنبتدي عام جديد، وأنا عارف إن في ناس كتير بتحب تعمل جرد كده وتصفي حساباتها، فإحنا عايزين ندقق وندقق بشكل دقيق على اللي بنسمعه واللي بنقوله واللي بنشوفه واللي بنفكر فيه. لو انت مش عارف انت ماشي في الطريق المظبوط وماشي ناحية هدفك ولا لأ، فانت محتاج تعمل الجرد ده وتراجع ايه اللي انت في 2020 كنت متعود تسمعه. هل أخبار موت وأخبار حوادث وأخبار ضرر وحاجات كلها سيئة، ولا كنت بتسمع وقت الحاجات فيها أمل وفيها بريق من الأمل كده وفيها حاجة تشجعك ان انت تكمل للأفضل؟ يعني علشان كده واحنا بنفكر نعدل سلوكنا لازم اقيم انا في اي مرحله، هل انا في يعني في السلوك بتاعي ده في مرحله خطر ومرحله صعبه، ولا انا ماشي مظبوط. فعشان كده محتاج اتابع وراجع الجرد على الحاجات اللي بسمعها وبشوفها وبقولها كمان. طب هو اللي بقوله بيأثر؟ اللي بقوله بيأثر. ليه بيأثر؟ لان اللي بقوله ده اعلان. تخيلوا كده، كانوا زمان في المدارس يقولوا لنا انه افضل طريقه للمذاكره انك تذاكر وتكتب، علشان وانت بتكتب انت بتشوف، وكمان لو بتتكلم انت بتسمع وبتكتب، فده بيأكد المعلومه جواك اكتر. فالافكار اللي جوانا اللي بتظهر في سلوكنا او بتظهر في كلامنا هي بتعبر عن حالتنا الحقيقيه. حتى لو بنحاول نضحك بس تلاقي اللي قدامك يقول لك انا حاسس انك متضايق. فخلينا واحنا بنفكر في تعديل السلوك، قبل ما افكر في تعديل سلوكي او اتخلص من العادات الادمانيه، اكون بعمل الجرد ده على نفسي واشوف انا ايه اللي بسمعه وايه اللي بشوفه وايه اللي بفكر فيه بشكل دايم. في الحقيقه الحاجه الثانيه والموضوع الثاني اللي عايز اتكلم معاكم فيه، عمل عالم معروف جدا اسمه ابراهام ماسلو، عمل دراسه كبيره جدا يمكن ناس كتير جدا عارفاها اللي درسوا علم النفس، اسمها هرم ماسلو، اللي بيتكلم عن الاحتياجات الانسانيه او الاحتياجات الاساسيه في حياه الانسان بشكل عام. هنعرض على الشاشه الصوره ونشوف ايه الحاجات اللي بتخلي الناس اللي حوالينا تتحكم فينا حتى لو احنا مش مدركين لكده. هرم ماسلو بيقول كده انه الانسان بيعيش مراحل، تمام؟ المراحل دي بتبتدي من الاحتياجات الفسيولوجيه او الاساسيه زي الاكل والشرب والحاجات الاساسيه في حياه الانسان، العمليات اللي ما ينفعش الانسان يعيش من غيرها. واول ما بتتوفر ده اللي هم 6 حاجات، الاكل والشرب وعملية الإخراج وعملية الزواج الجنس، كل الحاجات دي بيبتدي يفكر في المرحلة اللي بعدها. أنا خلاص أنا بقى عندي الاحتياجات الأساسية
هبتدي افكر في مرحله الامان، ودي تاني مرحله اتكلم عنها مثلا. تخيل معايا كده انه حضرتك كلت وشربت واتجوزت وبقالك حياتك، ايه اللي بتفكر فيه؟ عايز تامن بيتك، عايز تامن شغلك، ما هي مصادر دخلك، عايز تامن نفسك بكل الطرق يعني. ودي المرحله التانيه، وهقول لكم ليه انا جبت هرم ماسلو في حلقه بتتكلم عن تعديل السلوك او التخلص من العادات الادمانيه. كتير جدا من الاعلانات وكتير جدا من يعني لما بيحاول ناس تسيطر على ناس، سواء كان دول على دول او ايا كان، بيستخدموا الموارد الاساسيه اللي زي كده اللي هو الاكل. يعني انا لو انا اللي باكلك فانا اقدر اتحكم فيك، ومش بقى يعني مش بسخنكم على امهاتكم، ولكن عايز اقول لكم يعني الامهات زمان كانت تعمل كده، وهم بياكلونا يقول لك انت هجيب لك حاجه حلوه لو سمعت الكلام. فبيستخدم الاحتياج الاساسي عندك في الاكل او في الشرب في ان هو يتحكم فيك او يحاول يفرض عليك سلوكيات معينه علشان تعملها. وده مرحله مهمه جدا، مرحله الامان، انه انا مرحله الاحتياجات الاساسيه اسف، ومرحله الامان بقى انه انا اامن الحاجات دي. ولو حسينا بالضرر بنضطر نخضع للناس اصحاب القوه اللي هيحمونا او اللي انا فاهم ان هم هيحموني. ليه؟ عشان بتهدد اماني. فممكن يكون ده في العلاقات وهنتكلم عنه في المرحله اللي جايه. يعني لو اصحابي انا الاحساس بالامان بيكون في وسط اصدقائي، طب اصدقائي دول بيضروني او بيخلوني امارس عادات سيئه بتضرني وبتاذيني، فانا بفكر انه انا مش هقدر اتخلص منهم ابدا. لا، هم في الحقيقه في احتياجات هم بيسددوها لي، فعلشان كده انا مش قادر اتخلص منهم. الحاجه الثانيه، احساسي بالامان في وسط الناس او مع ناس غلط، او تفكير انه اماني معاهم وهو ما بيكونش اماني معاهم. طيب انا اكلت وشربت وامنت نفسي بفلوس في البنك او بعلاقات او بمعارف وحاجات زي كده، ايه الحاجه الثالثه اللي ببتدي افكر فيها اي انسان طبيعي؟ الالفه الجنسيه. والالفه الجنسيه مش مقصود بها الجنس، ولكن مقصود بها التعامل مع الجنسين، انا بتعامل مع الاخرين لان انا عندي محتاج للاخرين، فانا محتاج اتعامل مع الجنس الاخر. فبالتالي انا خلاص بدات افكر بقى انه يكون لي علاقات اجتماعيه، سواء كان داخل العيله او داخل المجتمع او داخل العمل، ببتدي افكر ان يكون لي علاقات متنوعه ومتعدده. الحاجه الرابعه اللي بيفكر فيها الانسان بعد ما بيسدد الثلاث احتياجات دول، بيفكر في الشعور بالتقدير، هو يقدر ويقدر الاخرين. يعني عايز الناس تحترمني وعايز احترم الناس، فيبتدي يتبادل الاحترام. انا خلاص اكلت وشربت وبقى ليا علاقات، انا عايز بقى الاحساس بالاحترام والتقدير. والحقيقه دي مرحله مهمه، يعني مرحله محتاج افهمها كويس علشان اعدل من سلوكي. لو انا يعني هقولها بقى ببساطه يعني وانتوا تقبلوها، يعني لو انا كانوا زمان اهلي بيقولوا لي اضرب عمو يا حبيبي او تفعل عمو يا حبيبي، دي سلوكيات رديئه فممكن توصلني اني ما احترمش الاكبر مني. فاعمل ايه علشان اتخلص من الحاجات دي؟ انا محتاج اتعلم ازاي احترم الاخرين علشان الاخرين يحترموني. ويمكن هنقول ده بتفاصيل اكتر الحلقه الجايه، وان شاء الله يكون معانا ضيف متخصص يحكي بعمق اكتر عن الامر ده. المرحله الاخيره بقى اللي هي تحقيق الذات. تحقيق الذات والشعور بالقيمه الحقيقيه لما بوصل لهدفي او بحقق حاجه انا عايز اعملها. وده موضوع مهم جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لما بيكون عندي هدف او عايز اوصل لحاجه معينه، انا ببذل من المجهود وبصرف من المال وببذل وقت كمان، بضحي بوقت علشان اوصل للي انا عايزه. يعني لو انا بشتغل دكتور بس انا بحب التمثيل، فممكن ان انا اجي في وقت اوقف شغلي او ان انا اتنازل عن بعض الشغل اللي بيجيب مصدر دخل علشان اروح اصور حلقه او اصور حاجه انا بحب اعملها. ده مهم جدا. تحقيق الذات هي مرحلة بتعلمني ازاي اكون شخص مش اعتمادي على الاخرين، ولكن شخص عنده القدرة على تحمل المسؤولية. انا هبذل بقى وقت ومجهود عشان اوصل للي انا عايزه. لما بناخد هرم ماسلو بقى في تعديل السلوك، ليه بنقول كده؟ عشان نشوف العمليات الاساسية في البرمجة اللي بتخليني لو انا بسلك سلوك سيء في حياتي او سلوك ادماني، سواء كان التدخين او المخدرات او حتى العادات زي اللي بتضر الجسد، الاكل السمين بقى والحاجات التقيله اللي بتدمر في اجسامنا واحنا مش واخدين بالنا خالص، كل الحاجات دي علشان خاطر في ناس زرعوا جوانا سلوك مستخدمين هرم ماسلو عشان يسيطروا علينا. وهنفهم الكلام دون ان شاء الله بعد الفاصل لما نشوف الصوره.
هنشوف الصورة الأخيرة وهي بتتكلم عن العوامل الأساسية في البرمجة اللي بتخلينا نتبرمج على سلوك معين. هي بتتكلم عن 5 مصادر اللي بيقولوا لي أنا هتبرمج وهعيش السلوكيات بتاعتي إزاي. أول حاجة الوالدين، الأب والأم، دول أهم عامل في التأثير على سلوكي. تاني حاجة المدرسة، المدرسين واللي معايا والمعلمين والمعلمات هم بيأثروا فيها بشكل كبير جدا. تالت حاجة وحاجة مهمة جدا الأصدقاء، ودي احنا اتكلمنا عنها في الجزء الأول من الحلقة. الحاجة الرابعة الإعلام، الميديا بقى الفيسبوك وتويتر ويوتيوب، الحاجات ازاي بتأثر وتشكل فيها بشكل قوي جدا. الحاجة الخامسة والأخيرة هو أنا، وده قراري. وحسب قاموس ويبستر، وهنختم بيه حلقتنا النهاردة إلى أن نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، بيقول كده أنه شخصياتنا 70% منها موروثات و30% صفات مكتسبة. فأنا عندي صفات مكتسبة من المجتمع اللي حوالين مني، اللي هم المدرسة والأصدقاء والميديا، وفي الآخر خالص ممكن 5% بيكون قراري اللي مبني على كل ده. فعشان أعدل سلوكي أنا محتاج أفهم إزاي الناس دول أثروا فيا واستخدموا الحاجات اللي في هرم مثله عشان يخلوني أتكلم بطريقة معينة أو أسلك بطريقة معينة أو أدرس بطريقة معينة. في الحقيقة أنا عارف إن إحنا استعجلنا أو النهاردة، لكن بشكركم جدا على حسن استماعكم، وأوعدكم المرة اللي جاية نكون بندقق في تفاصيل الحاجات اللي إحنا قلناها. شكرا لكم. شكرا.